إذا حد جه يوم ميلاده في رمضان يبقى أكيد أكيد مر بالتجربة دي، وتبدل الكيك بالكنافة أو القطايف، ده لو ما كانش كمان اتبدل بالزبادي. السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ لو أنتم لسه جداد ياريت تشتركوا بالقناة وتشغلوا رمز الجرس ولايك على السريع، ويلا نبدأ الفيديو. النهاردة حابة أشارك معاكم وصفات الأكلتين اللي عملتهم في عيد ميلاد نور. طبعا هتسألوني جبتي له ايه هدية. الصراحة نظرا لاننا صايمين ولان كمان في حظر معرفتش اجيب له حاجة، ده السبب الاول. والسبب التاني الحقيقي لاني ما افتكرتش الا في نفس اليوم للأسف. انا مش شاطرة خالص في تذكر التواريخ، فللأسف كنت ناسية خالص، ما افتكرتش غير لما صحيت من النوم. فيلا نبدأ. اول حاجة جهزتها هي الشيش طاووق، التتبيلة بتاعته هي نفس تتبيلة الشاورما، فمصورتهاش تاني علشان ما يكونش الفيديو متعاد بدون سبب، فهسيب لكم الطريقة في صندوق الوصف وكمان لينك الشاورما. هي التتبيلة بتاعتها هي اكتر تتبيلة بحبها للحاجات المشوية. بعدين باختلاف الشاورما قطعت الفراخ صغير وقطعت الخضار. نور بقى حب يساعدني في التجهيز. اول مرة ياكل الشيش طاووق كان في مصر، وكنا برضو في رمضان، فالاكلة دي مرتبطة معاه انها اكلة رمضانية، كل فترة كده في رمضان بيحب يطلبها. وببدأ اسويها على طاسة تيفال لاني عايزاها تنشف شوية، عكس الشاورما عملتها في الطاسة التانية عشان ببقى عايزاها جوسي شوية. وكنت مجهزة واحنا بنعمل الفراخ المكرونة ومع الشيش، كنت بجهز الصلصة. بعدين اول ما تاخد الفراخ لون الشوي بقلبها. انا عاملة صلصة بدون اي مواد دهنية، بتبلها بالبهارات اللي بحبها واسيبها تتسبك شوية وخلاص، واحطها على المكرونة. علشان الفترة دي بحاول على قد ما اقدر الاكل بتاعي يكون صحي. اكيد اللي بيتابعوني على الانستجرام وبيشوفوا البوستات الخاصة بالنظام الغذائي اللي انا ماشي عليه، هو نظام السعرات بالنسبة لي هو افضل حاجة، لانه بقدر اكل كل حاجة بحبها بس بحسب بس السعرات بتاعتها. ومن غير ما اطول عليكم، لينك الانستجرام في صندوق الوصف، تقدروا تشوفوا كل الوصفات. والوصفة دي كمان ان شاء الله هنزل برضو السعرات الحالية بتاعتها. اذا حد عملها بالطريقة دي والفراخ ما استوتش قوي من النص لأي سبب، مثلا متقطعة سميك او النار ضعيفة شوية، ممكن تدخلوها الفرن تاخد باقي السوا فيه. بس لو عملتها على نار هادية وغطيتوها مش هتحتاجوا تدخلوها الفرن. وكده فطار اليوم ده خلص. نيجي بقى للحلو. قررت اعمل كنافة بالمهلبية. المكونات بسيطة جدا، هنحتاج معلقتين كبار دقيق، معلقة نشا، كوباية حليب، معلقة سكر، ومعلقة زبدة. والكنافة اللي اشتريتها في أول رمضان. بعدين هنيجي في طاسة أحط الزبدة وعليها الكنافة، أكسرها شوية وبعدين أحطها عليها رشة سكر. ولما خلاص تبدأ تتحمص هسيبها على جنب تهدى، ما ينفعش تبقى سخنة. بعدين هحضر السكر او الشيرة او العسل زي ما بتسموه، بحط عليه عصرة ليمون ونقطة فانيليا، واسيبه لحد ما يجهز. وبعدين هجيب الكنافة احط عليها العسل واقلبها، وابدأ اعمل منها اول طبقة في الكوباية. هسيب بقى الكنافة تبرد شوية وبعدين هبدأ اجهز المهلبية.
هحط كل المكونات اللي قلت عليها في اول الفيديو على البارد، بعدين ابدأ احطها على النار. السكر هنا اختياري على حسب انتوا عايزينها مسكرة ولا لا. بعد ما كل حاجة بتدوب في اللبن هبدأ احطها على النار. وأقلب وموقفش تقليب لانها تيجي لحظة كده وتتكتل كلها. بعدين خطوة الزبدة هنا اختياري على حسب ذوق الشخص، مش بتفرق قوي. هنا بقى هبدأ اعمل طبقات، طبقة من الكنافة، بعدها طبقة المهلبية، وبعدين احط المكسرات. وبعدين كنافة تاني، بعدين المهلبية، لحد ما اخلص للآخر. بعدين لحد ما تبرد. بنحب نصلي التراويح الأول في البيت لأن طبعا الجوامع هنا مقفولة، وبعدين بتكون الكنافة بردت وجي وقت الاحتفال. وكده فيديو النهاردة خلص، أتمنى يكون عجبكم، مستنية رأيكم في الكومنتات، وأشوفكم الحلقة الجاية.